أولا كان اليوم اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب. عقد اليوم اجتماع المكتب التنفيذي للدورة 43 لمجلس وزراء الصحة العرب الذي سيعقد باكر في مقر جامعة الدول العربية. اجتمعت الدول أعضاء المكتب التنفيذي وناقشت مجموعة من القرارات التي ستقدر على تعرض باكر على مجلس وزراء الصحة العرب تمهيدا للقمة العربية في نهاية مارس بإذن الله تعالى. تم مناقشة العديد من الموضوعات التي تخص المواطن العربي في المنطقة العربية فيما يخص كل القضايا الصحية. تم اليوم مناقشة رقم واحد تشكيل هيئة عربية متعلقة بالدواء وأن يكون هناك منظور جديد للنظر إلى الدواء المصري. تم اليوم مناقشة العديد من الموضوعات تتعلق بالأمراض المعدية التي ظهرت على الساحة في الفترة الأخيرة مثل مرض متلازمة الشرق الأوسط المتوسطية التنفسية الحادة وأيضا فيروس الإيبولا وظهوره في غرب أفريقيا وكيفية تنسيق دائرة عمل عربي مشترك للوقاية من الأمراض والأوبئة. ناقش أيضا الاجتماع المكتب التنفيذي اليوم إقرار قرار إنشاء مركز عربي مرجعي على أرض جمهورية مصر العربية وستم باكر على مجلس وزراء الصحة العرب عرض أنه تم تخصيص الأرض التي ستقام عليها هذا المركز البحثي العلمي المرجعي على أرض جمهورية مصر العربية بدعم ومشاركة كل الأقطار العربية. هذا المركز العربي هو مشروع المستقبل بالنسبة للمنطقة العربية بصورة عامة، من شأنه أن يضع خريطة للأمراض وخريطة للأوبئة والميكروبات في المنطقة العربية. نعلم اليوم أننا نعيش في عالم الميكروبات والأوبئة والفيروسات عابرة للقارات، فكان لزاما علينا أن نطرح هذا المشروع أن يكون هذا المركز العربي العلمي المرجعي البحثي معني بالبحث العلمي فيما يخص الخريطة الصحية في المنطقة العربية، ومن شأنه أيضا أن يضع تصور واضح لكيفية التغلب على الأمراض في المنطقة العربية، ومن شأنه أيضا أن نكون مصدرين للبحث العلمي في مجال الأوبئة والأمراض. إن شاء الله سيقام في مصر بإذن الله على أرض جمهورية مصر العربية، وسيكون هناك دعم وتنسيق مع كل الجهات العربية لدعم وتعزيز كل الخبرات الدولية اللي منوط بها أن تعمل في هذا الشأن. تم أيضا مناقشة العديد من المشروعات الأخرى تتعلق بكيفية تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية فيما يخص تخفيض نسبة وفيات المواليد والرضع وأيضا وفيات الأمهات والتنسيق ما بين البلاد العربية وبعضها البعض حتى نتمكن من تحقيق ما نصب إليه من الأهداف الإنمائية للألفية بإذن الله. هناك توجهات أن يكون هناك استراتيجية عربية موحدة فيما يخص الدواء المصري، وهناك المدونة العربية المتعلقة باليقظة الدوائية وإثبات أن الدواء المصري أو الدواء العربي بصورة عامة لديه من القوة والكفاءة والفعالية، وأن الدراسات التي تجرى على الدواء العربي ما بعد الطرح في الأسواق العربية والدولية من شأنها أن تعزز وتقوي موقف الدواء العربي. فهناك توجه عام أن يكون لدينا اكتفاء ذاتي من الدواء العربي، ونستطيع أن يكون الدواء العربي وسيلة للتصدير إلى الخارج بإذن الله تعالى.